الرحمن الرحيم، وكلامي معاكم عن تذكرة للستات بأمور مهمة تكون معانا في رمضان وهمسات للستات. ووصلنا للهمسة السابعة واحنا في اليوم السابع من أيام الشهر الكريم اللي كلنا بنتمنى فيه إن ربنا سبحانه وتعالى يرضى علينا، ومش معقول نخلي أمور صغيرة نقدر نسيطر عليها تحرمنا من ثواب كبير. ومن الأمور دي الإسراف. كلنا نفسنا إن احنا نعيش أحسن عيشة، وربنا سبحانه وتعالى ما حرمناش، قال لنا كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يعني كلي وخدي كل اللي انت عايزاه بس بدون إسراف. وكمان ربنا وصف لنا إن الناس المسرفة اللي بتجاوز الحد في المصروفات إن هي من المبذرين، وقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ومين فينا يحب إن يكون في التشبيه ده؟ فلازم نخلي بالنا، وخصوصا وإحنا في شهر الخير.